أعلن بهذا التتويج نهاية مسيرة الرياضية الطويلة. بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس لسنة 2024 أودع الملاعب وأنزل الستارة على مسيرتي العامرة بالألقاب. فخور جدا أني حققت حلمي الرياضي بأن أكون لاعبا أولمبيا، وفخور برفع علم بلادي قطر في 4 دورات أولمبية متتالية في رحلة امتدت على مدى 12 سنة. بدأت بأول مشاركة أولمبية لي في لندن 2012 والميدالية الفضية وريو دي جانيرو البرازيلية 2016 وأيضا فضية، ثم طوكيو 2020 بالميدالية الذهبية. اسمي معتز عيسى برشا، وسمت اسمي في كتب المحافل العالمية وتاريخها لاختصاص القفز العالي تحت تشجيع جمهور يرفع شعار فخر لي: قطر تعتز بمعتز. هو في الحقيقة من شابه أباه فما ظلم، فأنا أنتمي إلى عائلة الرياضية، حيث كان أبي عداء اختصاص مسافات متوسطة، كان داعما أساسيا لي في جميع مراحل الدراسية من أكاديمية التفوق الرياضي في سباير في الدوحة وصولا للمحافل الدولية. لطالما كان هدفي طوال مسيرتي هو الإنجاز بغض النظر عن نوع الإنجاز، عالمي كان أو أولمبي، تحقيق أقصى عدد منها كان طموحي. علوت وحلقت بأحلام كبيرة، استمتعت برحلتي الأولمبية على مدى 12 سنة في جميع مراحلها بمصاعبها وتحدياتها، انطلاقا من فضية لندن 2012 وصولا إلى برونزية باريس 2024. علت صوري عديد الصحف العالمية سنة 2020 حين كان قراري باقتسام الميدالية الذهبية مع اللاعب المنافس الصديق تامبيري في أولمبياد طوكيو. كان حدثا رياضيا مهما شغل الرأي العام كثيرا ورفع الراية الوطنية عاليا. بين التدريب والضغط والعمل الجاد خضت تحديات اكتسبت منها خبرات كثيرة وتعلمت منها ما لا يحصى ولا يعد. أرى في ذلك مسؤولية كبرى وأمانة وجب علي نقلها لأجيال المستقبل. قسماً لمن رفع السماء، قسماً لمن نشر الضياء.